ننقل بقى على الانتخابات الأمريكية، ومعانا الحقيقة مع حضراتكم دكتور مايكل مورجان. دكتور مايكل مورجان مقدم ومعد برنامج النبض الأمريكي، وعلشان يقول لنا النبض الأمريكي بالنسبة للانتخابات الأمريكية. دكتور مايكل، برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا دكتوره منى، ازي حضرتك؟ أهلا بيك. عايزين بقى نعرف من حضرتك كده آخر التطورات، وخصوصا ان احنا يمكن وصلنا لغاية دلوقتي انه على الساحة كده اللي باين للناس كلها ان احنا عندنا دونالد ترامب هو هيكون مرشح الجمهوريين، وهيلاري كلينتون للديمقراطيين. رؤية حضرتك ايه، وخصوصا ان احنا عندنا برضو معارك كتيرة؟ يعني قول لي ملخص لغاية امبارح او لغاية النهاردة بالنسبة لمعركة الانتخابات الرئاسية. طبعا اولا اشكرك على اتاحتك الفرصه ان احنا نتكلم في برنامج بتاع حضرتك. والنبض الامريكي طبعا متابع الانتخابات الامريكيه من ساعه ما ابتدت، وحضرتك لو تفتكري لما كنت عندكم في الاستوديو كنا تنبأنا بهذه الخطوه، يعني قلنا تقريبا ان ترامب هيبقى في المقدمه وهيلاري هتبقى في المقدمه من الجانب الديمقراطي. هو الحقيقه طبعا يعني المفاجاه اللي موجوده دلوقتي، يعني يمكن انا طبعا مش هقول انا ميال لمين اكتر، بس هو واضح ان تاد كروز عمل شغل كويس الفتره اللي فاتت لدرجه ان هو ابتدى يقرب سنه لترامب. بس للاسف يمكن ترامب حس بعدم سيكيورتي في الوقت دوت، فابتدى بقى دخلوا مشادات شخصية عائلية، ودوت كان يبين أكتر إن ترامب ابتدى يحس بتهديد تاد كروز. نعم فتاد كروز دلوقتي يمكن من سي مان كان الأسبوع اللي فات ولحد امبارح الحقيقة بيقول إن فرص تاد كروز إن هو يترشح من الحزب الجمهوري الريبابليكان 36% ودونالد ترامب 55%. طبعا دونالد ترامب لسه يعني زي ما بيقولوا كاسح زي ما هو كان مبتدي من الاول، لكن دلوقتي تاد كروز ابتدى يجيله فرص احسن شويه، خاصه الفرص جت من غلطات دونالد ترامب. دونالد ترامب ابتدى يمس المرأة لما اتكلم عن مرات تاد كروز which was not something very nice. طب الكلام برضو دكتور مايكل، الكلام اللي اتقال ان هو كان تم اتهام لحملة تيد كروز بان هي اللي روجت صورة عارية لزوجة ترامب، هل ده صحيح ولا؟ هو بصي هو تاد كروز بصي السياسه دي للاسف واضح ان هي يعني ايه ديرتي طبعا جيم. فيها حاجات فيري ديرتي بيزنس، يعني واحد ممكن يخلي ابن خالته يعملها ويقول انا ما عملتهاش، واخد بالك حاجات زي كده. فهو بيقول ان في اتهام طبعا تاد كروز هو اللي ابتدى ودونالد ترامب رد عليه، بس انا من رايي ان دونالد ترامب كان في وضع افضل، كان هو الكبير يعني ما كانش لازم، المفروض هو خد الموضوع بشكل شخصي. هو مش هيخسره كتير، بس يعني هيبتدي بقى الناس تاخد بالها منه الفترة اللي جاية. هو دونالد ترامب من ناحية الريبابليكان طبعا فرصته أكبر لحد النهاردة زي ما أنا قلت 35%، هو ناجح في البولز اللي هي بتاعت البولز بتاعت أمريكا بنسبة 42%، كروز 31، يعني هو ليه 736 فوت، كروز 436، فواضح طبعا ان الفرق كبير جدا بينه وبين كروز. بس كروز ابتدى زي ما بيقولوا يعني ايه يعمل زخم ومومنتم، يعني ابتدى يتحسن، ابتدى الناس تاخد بالها. لو لاحظت في الاول كانوا كتار قوي، كان حوالي 12 كان 11 او 12. دلوقتي 3، والثالث طبعا يعني بعيد عنهم خالص، يعني انا مش عارف هو الحقيقه لسه موجود لحد دلوقتي ليه، يعني ما المفروض انسحبش خالص، ودي غريبة. يعني من وجهه نظر ممكن تكون ليه حاجه شخصيه، بس طبعا كان يعني متهيألي افضل له ان هو ينسحب في هذا التوقيت لان كده هيبقى شكله وحش، يعني لان الفرق هم في الاربعينات وهو في التسعتاشرات، يعني ف تمام. انت كمان في حاجات حاجه كتير صعبه. حصلت، يعني في طبعا بجانب تصريحات دونالد ترامب المثيره للجدل، اعمال العنف، الناس اللي قطعوا الطريق بسبب اعتراضهم على دونالد ترامب، اخر حاجه برضو مدير الحمله اللي شد مدير حمله دونالد ترامب اللي برضو كان شد صحفي، نفس دونالد ترامب كان عمل مشكله مع صحفيه في فاكس نيوز، فالحقيقه كل الحاجات دي. بس انا هنا برضو عايزه يعني ممكن فعلا نلاقي مفاجاه ونلاقي تيد كروز هو اللي ياخد النومينيشن او هو اللي ياخد تأييد الحزب الجمهوري، وانه يقترب كده او يعدي ترامب. احنا
بصي يعني انا يعني حاسس ان الكلام ده صعب، بس واضح ان الفتره اللي جايه هتبقى مليئه بالمفاجات. هو مشكله النومينيشن ان الريببليكان بارتي دلوقتي او الحزب الجمهوري عندهم مشكله كبيره، ان لو ترامب شبه مهددهم يعني، قال لهم لو ما انتخبتونيش يعني في النومينيشن انا هخش فردي. فهو لو دخل فردي كده هيقسم اصوات الحزب، هتبقى مشكله للحزب انه كده ممكن الحزب يخسر الانتخابات all together بسبب ان ترامب هياخد شويه وترو كروز ياخد شويه، زي اللي حصل في مصر. وبالمناسبه بقى ده من جبنا مصر، يبقى لازم نقول هيلاري كلينتون وساندرز. يعني احنا انا يمكن لو فاكره حضرتك وانا عندك في البرنامج كنا بنقول ان هيلاري كلينتون هي المرشح الابرز للديمقراطيين. بس هو واضح طبعا عشان مشاكلها الاخيره في الايميلات والسكيورتي والناس ابتدت تفقد فيها الثقه، عملوا ستيجل بقى زي مورسي كده. يعني ساندرز مع انه راجل كويس، بس انا حاسس ان هو دوره ستيجل. يعني انت حتى لو تلاحظي في اول بس انت عارف يا دكتور مايكل، يعني الشباب اللي في سن ولادي شباب كتير قوي قوي نفسهم في ساندرز، واضح علشان طبعا حكاية ان هو عايز يعمل الجامعات مجاني، وفي حاجات بتلمس الشباب في الدراسة، فبتلاقي سن الشباب اللي في ثانوي والكولج والجامعة يعني نفسهم في ساندرز. وانا استغربت وقعدت احكي معاهم، فلقيت ان هم حاسين ان هو ما هوش يعني فكر ديمقراطي قوي وعنده افكار حلوه، ونفسهم قوي انه ساندرز، بس زعلانين انه للاسف ما شكلوش. لكن لو هي في فكره استبن برضو، يعني احنا ممكن كده يبقى عندنا اي مفاجآت في الفتره اللي جايه. هو في مفاجآت كتير، لان طبعا الاف بي اي عايزه تعمل تفتح تحقيقات مع هيلاري كلينتون بسبب الايميلز، وهيلاري ابتدت تخسر ارضيه كبيره. يعني احنا لو لاحظنا ان في الاول خالص كانت هي مكتسحه كل الديمقراطيين الثلاثه اللي موجودين، دلوقتي هي على الناشونال حوالي 51%، وساندرز 42%. يعني ساندرز في الاول كان في ال13ات وفي العشرينات، فكان بعيد عن، هو ابتدى يكسب ارضيه. هو يعني انا الراجل شكله ظريف ولذيذ، بس هو مشكلته مع الامريكان دلوقتي ان هو ديمقراطي. يعني هو بيمثل الحزب الديمقراطي، وللاسف في السنتين في الفترتين اللي فاتوا اللي هم 8 سنين اللي فاتوا الحزب الديمقراطي ما قدرش يثبت للمواطنين الامريكيين ان هم يقدروا يهندلوا حاجات كتير، منها الملف الفورين بوليسي اللي هي الملفات الخارجيه عن امريكا. تمام كده. لكن طبعا في مفاجآت، يعني احنا مش عارفين ايه اللي ممكن احنا يحصل. معانا لغايه امتى يا دكتور مايكل، برضو عشان مشاهدينا يعرفوا امتى بالظبط هيكون عندنا التأييد الحزبين؟ يعني المفروض ان جولاي 18 في يوليو، المفروض لازم 18 يوليو 18 يوليو 18 يوليو يبقى في تأييد للنومينيشن. هو طبعا احنا عارفين لو هيلاري كلينتون عدت من مشاكل الاف بي اي والمشكله بتاعت الايميلز، يبقى هي هتبقى النومينين 100%. يعني زي ما طب بقول لحضرتك وده والكلام بتاع انها تعدي ده، هو يعني هيبان خلال برضو الشهرين دول؟ المفروض هم قالوا انه هيبتدوا يفتحوا معاها تحقيقات، يعني دوت مش لسه مش قضيه، لان بس الموضوع ده معنى بيطول بيطول. الموضوع ده بيطول، بس معنى ان هم قالوا او لمحوا ان هم يفتحوا تحقيقات. عامه الاجهزه دي ما بتفتحش تحقيقات وهي مش معاها ادله. يعني الاجهزه ديت لما بتفتح تحقيق معناه ان هو معاه دليل وعايز يعمل له انفستيجيشن اكتر عشان يعرف ايه اللي ممكن يديله معلومات اكتر. فمعنى ان في تحقيق يعني معنى ان في ادله، يعني معنى ان في كلام. فعشان كده لو لاحظنا، انا حسيت، انا يعني ده هو التحليل الشخصي، ان الحزب الديمقراطي بيدفع بساندرز وبيعضده دلوقتي، لان هم ابتدوا يفقدوا الامل في هيلاري، مع ان هم عايزين هيلاري، بس هم طبعا ما يقدروش يتحكموا في الرأي العام. يعني طبعا في حاجات خارج ايديهم. تمام. انا يعني لمحت كده بس ما شفتش الفيديو كله، ان برضو في فيديوهات بدأت تنتشر زي ما كان بيقولوا برضو ان دونالد ترامب ليه تصريحات وقال عكسها، نفس الحكاية لهيلاري كلينتون، ومن التصريحات دي كانت ضد زواج المثليين، وبعدين بعد كده عشان يعني يكون في دعم لترشحها للرئاسة بدأت تغير الكلام ده تماما. ده على سبيل المثال، الحقيقة لم يتسنى لي الوقت ان انا اشوف الفيديو كله، ولكن من الواضح ان في خلال المعركة دي كل مؤيد بيحاول يجيب عيوب المؤيد الثاني او بص، اخطاء. انا كنت حضرت حاجه من فتره قليله لهيلاري كلينتون هنا في نيويورك، والحقيقه كان الحديث بتاعها حوالي 35 دقيقه، 30 دقيقه منهم كانت بتتكلم على اخطاء ترامب، وخمس دقائق كانت بتتكلم على نفسها.
فهو واضح ان الفتره الجايه كلها ما حدش هيتكلم عن نفسه كتير الا ترامب. هو سو فار ترامب اللي بيتكلم عن نفسه كتير، يعني هو نجح. يمكن انا بحس ان هو من ضمن الاستراتيجي بتاعته ان اهدافه الاساسيه ان يخلي الناس يتكلموا عنه سواء بالسلب او بالايجاب. يعني انا متهيألي حتى يمكن قلت لحضرتك المره اللي فاتت ان اللي بيعمله دوت كله دوت شو، يعني هو هدف الحمله بتاعته من النهارده لحد 18/7 او من ساعه ما ابتدى لحد 18/7 ان كل الناس تتكلم عنه، بحيث انه يفرض نفسه على الحزب الديمقراطي الجمهوري ان هم يرشحوه للنومينيشن. تمام. اخر برضو تصريحات ليه اللي هو قال لك انه بيدعو لمعاقبه النساء عن الاجهاض اذا حذرته الولايات المتحده يعني، فبالتالي ان هو ممكن برضو يتجه لده. كان ليه تصريحات في موضوع الامور النوويه، وكان فيه هجوم شديد قوي من البيت الابيض حول هذه التصريحات. يعني تلاقي ان هو دايما برضو طبعا اللي كانوا بيحاولوا ياخدوا رضا اسرائيل او اللوبي اليهودي بتصريحاته بالنسبه لانه هينقل العاصمه عفوا السفاره الامريكيه للقدس بدل تل ابيب، فبالتالي زي ما حضرتك بتقول كده انه بيحاول يلفت النظر ليه في كثير من الموضوعات الشائكة يعني بأي تصريحات. شكل. يعني لسه امبارح بيقول انا لما قال تصريحات قبل كده ضد اخواتنا المسلمين وقال مش هدخلهم امريكا، امبارح بيقول بس هدخل اللي هم اصدقائي اللي هم المليونيرات. طبعا ده كلام فاضي، يعني هو باي كونستيتيوشن بالدستور ما يقدرش ما يمنع ينفعش حد، تمييز. ما ينفعش تمييز، والناس صحيح للاسف ساعات بتنساق لهذا صحيح الكلام ويقول لك هو هيعمل كده. لا، انا متاكد تماما ان اولا هو مش هيعمل كده، ثانيا انه ما يقدرش يعمل كده حتى لو هو عايز، يعني مش هيقدر يعمل كده. لكن هو بيحاول بكافه الطرق انه يجذب الانظار ليه، وانا اعتقد ان هو ناجح تماما في هذا لحد يومنا هذا. طيب برضو البعض شايف ان هو غير في ادائه يعني بدأ يبقى متزن الى حد ما، يعني هل انت برضو شايف انه ممكن هي مراحل، كانت مرحلة برضو انه يثير طبعا الجدل والمرحلة دي بدأ يكون هادئ قليلا او متزن طبعا. قليلا؟ وهتشوفي يمكن في شهر 6 بقى هتشوفي ترامب جديد خالص بقى، معقولة؟ يعني شهر نعم. ترامب في شهر 6 هتشوفي ترامب جديد. وانا متوقع انه هيتراجع عن بعض تصريحات كانت مسيئه للشخص الافراد بعينهم او مجموعات بعينهم، زي الاسبان مثلا المكسيكان لما قال ان هم بييجوا هنا بيعملوا جرائم وكلام من ده، هتلاقيه هيعدل كلامه. بعد كده لما يجي يتكلم عن المسلمين تاني هتلاقيه ابتدى يعدل كلامه، لانه تمام. ما يقدرش يبقى فاتح كل الجبهات دي. هو يعني من وجهة نظري فيز 1 كان بيعايز كل الناس تتكلم عنه، وده كان بالنسبه له نجاح، سواء هتتكلم عنه بالسلب او بالايجاب مش مشكله. لكن هو راجل بيزنس مان، يعني هو عارف بيحسبها بالارقام، كام واحد موجود في البلد، كام واحد يقدر يصوت، ما يهموش اي حد تاني، هو يهمه الناس اللي في ايديهم معاهم باسبور امريكاني او جنسيه امريكيه ومسجلين تمام. للتصويت. طيب في البعض رأى بعد حادث بلجيكا بأنه هذا الحادث ولو أي حادث إرهابي تاني حصل يبقى احنا كده هو اللي جاي رئيس لأمريكا دونالد ترامب، أنت مع الرأي ده ولا ضده؟ انا بقول ان هو محظوظ للاسف، بس للاسف يعني زعلان ان انا اقول ان واحد يبقى محظوظ في حاجه ممكن يموت فيها ناس. انا طبعا مع الراي دوت. هو يعني انا شايف يعني وزير بقى انا عايزه هو يجي او ما يجيش، يعني دوت رايي الشخصي، لكن واضح ان هو اللي جاي، يعني واضح ان بالخطوات اللي هو بياخدها وبالحاجات اللي بتحصل في العالم في نفس الوقت، بروكس، الحاجات اللي حصلت في مصر، الحاجات اللي بتحصل في العراق، الحاجات داعش ونموهم، كل دي حاجات بتنزل يعني بتصب في اتجاهه. وانا كتبت مقاله عن تفجير بروكس، وقلت انه كده يا جماعه الناس بتديله جرين لايت ان هو يكمل، يعني كل صحيح وبيديله جرين لايت ان هو يقول تصريحات مناهضه لفئات معينه سواء كانوا عرب او مسلمين او مجموعات معينه. فهو الحظ بيخدمه، يعني غير ان هو ذكي وبيرتب اوراقه صح، وكبزنس مان هو زي ما بقول لحضرتك انه الجيم بتاعه ارقام، الحظ خدمه يعني كل التفجيرات وباريس وبروكسل وكل الكلام ده في مصلحته يعني. صحيح صحيح. الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا، بس احنا عايزين نقول للمشاهدين هتكون معانا في الاستوديو امتى ان شاء الله؟ تقريبا 2 ابريل، عفوا 2 مايو تقريبا.
شاء الله إن شاء ان شاء الله. الله. يعني بننتظر حضرتك، وبرضو هيكون لينا حوارات اكثر طبعا بالنسبه لايه اللي تم، بالنسبه ان حضرتك بتحاول ايضا مجهودات كبيره بالنسبه للسياحه في مصر وامور اخرى كثيره، هيكون عندنا متسع من الوقت لما تكون حضرتك معانا في حلقه خاصه ان شاء الله يوم في 2 مايو بعد العيد مباشره. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مايكل مورجان، مقدم ومعد برنامج النبض الامريكي من نيويورك، كان معنا من خلال خدمه سكايب. شكرا جزيلا لحضرتك.